ما زلنا معاكم نوفمبر 2012 بيبر 3 فاريانت 1 والسؤال العاشر سي. ما زلنا في موضوع البارل والسيرس، واضح ان دول السيرس تمام، دي كده الثرمستور ده والكويل ده سيرس مع بعض، فبالتالي هيشتركوا مع بعض في الفولتج ده. واتفقنا قبل كده ان كل ما الفولتج بتاع ده يزيد الفولتج ده بتاع ده يقل، ولو الفولتج بتاع ده زاد الفولتج بتاع ده يقل، لان هما في الاخر هما كده هما الاثنين واكلين من طبق واحد اللي هو 9 فولت، فلو ده كل كتير ده هياكل قليل كفولتج طبعا، ولو ده كل قليل ده هياكل كتير، فهم مقصرين على بعض لان مصدر الغذاء بتاعهم واحد تمام. طب ايه لازم قبل ما نجاوب السؤال ده نفهم ايه حاجتين، ايه هو الريلي كويل وايه هو الثرمستر؟ الثرمستر ده ريزيستور، لما التمبرتشر بتزيد الريزيستنس بتاعته بتقل، لازم نكون عارفين كده تمام. طيب ايه الكويل؟ الكويل ده عباره عن الريلي كويل، الريلي كويل ده عباره عن حاجه زي الكترو ماجنت، كل ما الفولتج اللي عليه زاد يصبح اقوى فيقدر يشد، شايفين السويتش ده؟ يعني لو الكويل ده مشي فيه فولت كارنت كبير او فولتج كبير هيصبح يقدر يدي ماجنتيك فيلد قوي يشد السويتش ده يقفله تمام. دي وظيفته في الحياه. يبقى نمسح بس الحاجات دي عشان ما نتلخبطش، اهي خلاص خلاص ادينا شرحناها تمام. طب جميل جميل، ايه القصه بقى؟ بيقول لي ده فاير الارم. يعني ايه فاير الارم؟ فاير الارم يعني بينذر بالحريق. فبالتالي هنفهم حاجه، ان هو بيشتغل لما التمبريتشر تعلى، ما هي حريقه يعني تمبريتشر عاليه. طب تعالوا نترجمها بقى واحده واحده. لما التمبريتشر تزيد، مش ده ثرمستور، الريزيستنس بتاعته هتقل، وما دام الريزيستنس بتاعته قلت يبقى نصيبه من الاكل، نصيبه من الفولتج هيقل، ده طبيعي. وما دام نصيب ده من الفولتج قل، يبقى نصيب الريلي من الفولتج يزيد، وما دام نصيب الريلي من الفولتج زاد فيعمل ماجنتيك فيلد اقوى فيشد السويتش فالبل يشتغل والجرس يرن تاني. لما تبقى في حريقه لا قدر الله التمبريتشر بتعلى، فالريزيستنس بتاعت الثرمستور تقل. طب انت جبت الكلام ده منين؟ يعني عرفت منين لما تمشي الريزيستنس؟ هي على حضرتك المفروض تكون عارفها ان من خصائص الثرمستور كل ما التمبرش يزيد الريزيستنس بتاعته تقل. جميل خلاص، الريزيستنس بتاعته قلت لما التمبرش زادت، خلاص يبقى نصيبه من الفولتج. مش دول ان سيريس مع بعض ولا لوحده؟ هل ده لوحده؟ لا مش لوحده، في معاه واحد بياكل معاه اهو ان سيريس تمام. فهو اوريدي ما دام الريزيستنس بتاعته قل فنصيبه من الاكل يقل، نصيبه من الفولتج يقل، نصيبه من الغذاء يقل، وده المغذي بتاعي تمام. طب ما ده النصيب ده من الاكل قل والطبق هو هو، يبقى اكيد ده نصيبه من الاكل زاد تمام. لما نصيبه من الاكل يزيد يبقى في فولتج كبير، يصبح الكترو ماجنت قوي يشد السويتش يقفله فالرينج فالبل تشتغل. ادعو يعني اتمنى ان احنا نكون فهمنا فكره هذه العام. انا كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا كل الكلام ده هكتبه بشكل اجابه تمام. فهنقول له كالاتي: when temperature، تعال بس كده، when temperature increase، نجيب القلم الاحمر، انا هترجم الحروف لك. when temperature increases اهي حريقه، فالتمبرتشر زاد تمام. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ the resistance of the volt of the thermistor decreases، اهو الريزيستنس بتاعته هتقل، فبالتالي the voltage across فبالتالي ال voltage across ال thermistor هتقل، فبالتالي ال voltage across الريلي هتزيد، فبالتالي الماجنتيك فيلد بتاع الكويل بتاع الريلي هيصبح اقوى، فبالتالي يقفل السويتش. تعالوا نشوف الراجل مدي هنا درجات على ايه. بيقول لي in fire temperature of thermistor rises، قلناها، فبالتالي its resistance falls، قلناها الريزيستنس بتاعته قل. هو جايب هنا حاجه بيقول current through the thermistor rises او flows or voltage potential difference across الريلي هيزيد. مش احنا قلنا اهي الفولتج across الريلي فين؟ so the voltage across الريلي هيزيد، اهو عليها درجه، or يعني دي or دي خلاص، فاحنا خدنا الدرجه.
فبالتالي الماجنتيك فيلد اوف ريلاي هيكلوز الايه سويتش. انا شايف ان احنا خدنا الثلاث درجات، جبنا سيره ان لما التمبرتشر تعلى الريزستنس هتقل، جبنا سيره ان الفولتج هيزيد، كمان جبنا سيره ان الماجنتيك فيلد. انا شايف الثلاث درجات كاملين. دي اجابه السؤال العاشر سي من نوفمبر 2012 بيبر 3 فاريانت 1. حضرتك اقراها براحتك وراجعها مع الرسمه زي ما انت عايز.